السلام عليكم شباب. هذه قاعة لل يعني الندوات والخطابات والمؤتمرات اللي تخص الإمام رضا عليه السلام. هنا يجون يقيموها، يعني ما شاء الله، شوف الحجم، شوف الترتيب. يعني احنا انا مرات اذكر العراق واحزن، ما اشوف انه مسارح ماكو ولا اماكن ولا تفاصيل. خلينا قاعد نشوف الاخوه هنا حتى ارجع وياكم. شباب عيوني، خلي اريكم شغله بهذا القاعه اللي بالامام رضا. شوفوا هذا الترتيب، خلي قاعد شويه يمها. هذه مكان هنا تخلي الهيدفون، وهنا مكان طبعا لتعليه الصوت، واكو يختار. خلي اشوف ما اعرف شو اقول. طبعا كل كرسي بي هذا الترتيب. شنو هذا؟ هاي تختار اللغة او الترجمة اللي تريدها. شفتوا؟ ما اقدر احكي. شوف الترتيب، شوفوا اللغة او يعني شنو اللي تريد تعلي الصوت. هذا الهيدفون طبعا هذا مخصص لل يعني نقول الجاليات او الضيوف من بلدان اخرى. ما شاء الله.